إذن للعودة مرة أخرى للحديث عن احتفال العراقيين بالذكرى 67 لتأسيس السينما العراقية الواقع الثقافي والفني بالبلاد، معنا من مالمو الكاتب والمخرج العراقي الأستاذ علي ريسان. أستاذ علي، مرحبا بك، تسمعوني الآن بشكل جيد؟ إذن عبر الهاتف. أستاذ علي، أستاذ علي، جميع الشخصيات التي حضرت احتفالية تأسيس السينما العراقية هل تمثل المشهد السينمائي والثقافي بالبلاد؟ لماذا هذا الرفض لحضورها؟ عليك وعلى جمهور قناة الرافدين. أهلا بك. وأحب أن أقول أنه أبارك ميلاد السينما العراقية. الحقيقة الحضور كان، اعتقد الصوت واضح. نعم الصوت واضح استاذ علي، اكمل. بده يصير عندي، انا عندي صوت، يعني عندي صوت واضح، تفضل اكمل. ايه الحقيقه الحضور كان به نخبه من الفنانين الرائعين من الرواد، ولكن الشيء المحزن انه انت في احتفال الذكرى 67 او 69 67 للسينما العراقية. نعم 67 للسينما العراقية، انه تعرض مجموعة افلام قصيرة، يعني هذا شيء يدعو الى الحزن حقيقة، رغم ان احنا نبارك كل الجهود اللي كانت تنوي انجاح هذه الفعالية. السينما يا صديقي والكل يعرف تحتاج الى صناعة، احنا فقدنا، يعني احنا حتى قبل سنين الاحتلال كانت عندنا يعني مؤسسات تكاد ان تكون تعد على اصابع اليد، بالسينما والمسرح وبدائره المسرح والاذاعه والتلفزيون، يعني ما عندنا صناعه سينما بالمعنى الحرفي، بالمعنى الاكاديمي، بالمعنى الفني الحقيقي. احنا عندنا كانت محاولات، رغم انه احنا اول بلد دخل به التلفزيون حقيقه، يعني بالشرق الاوسط، يعني العراق معروف هذا. كانت عندنا محاولات جاده من بعض المخرجين، ولكن وجدت هذه، يعني السينما تحتاج الى دعم، تحتاج الى مؤسسات، تحتاج الى كوادر، تحتاج الى ورشات. بعد 2003 الحقيقه احنا فقدنا حتى ذاكره السينما، يعني معظم صالات السينما يا صديقي في 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 المحافظات العراقيه تحولت الى مآرب للسيارات، بقصد طبعا وبشيء مدروس لطمس الثقافه العراقيه. والسينما تعرف احدى دالات الذاكره العراقيه الجميله، يعني العوائل كانت تروح كل ويك اند. طيب كل هذه النقطه الجمعة مهمه جدا استاذ علي، طمس الهويه. نعم. الثقافيه العراقيه بعد 19 سنه من غزو الامريكي للعراق. طبعا هناك فجوه كبيره مثل ما تفضلتم بين واقع المشهد السينمائي والثقافي ما قبل الاحتلال وبعد الاحتلال وحتى اليوم، بحيث لا يرتقي إلى ما كان عليه المشهد السينمائي والفني في العراق قبل الاحتلال. لماذا من وجهة نظرك هذا الاستهداف للهوية الثقافية والفنية والسينمائية في العراق خلال كل هذه السنوات الماضية؟ من المستفيد من وجهة نظرك كفنان؟ المستفيد هو أنه الشعوب تعرف من خلال ثقافتها، تعرف من خلال موروثها، تعرف من خلال آثارها، تعرف من خلال علمائها وأدبائها وفنانينها وقصاصينها ومبدعيها وكفاءاتها ووطنيها السياسيين والعلميين والأكاديميين. بعد 2003 كان هناك وما زال مشروع لتدمير الهوية العراقية، لتدمير المواطنة العراقية. إحدى دالات التدمير هي الثقافة، الثقافة التي تعتمد على السينما والمسرح والنشاط المدرسي والطفولة ورياض الأطفال. السينما العراقية يا صديقي كانت ممكن أنه تنهض، لأن يعني عندنا مبدعين وعندنا كوادر وعندنا، بس تحتاج إلى صناعة. الآن وزارة الثقافة تعتبر تمويلها تمويل ذاتي. أنت تعرف، يعني مخفي على الكثير، أنه فنانين الآن إذا عنده مشروع فني حقيقي يعاني من الإنتاج، لأنه تمويلهم ذاتي. يعني المسرح الرشيد انبنى بإنعاد بكوادر يعني فنية حقيقية وطنية، يعني فنانين حقيقيين هم اللي عادوا من خلال التبرعات، من خلال الجهد البدني والجهد المعرفي والجهد الإنساني، عادوا مسرح الرشيد. إذن اللي اجوا بعد 2003 لا يمتلكون
مشروع مواطنة ضمن أدوات تدميرهم هو تدمير الهوية الثقافية، والسينما تعرف دالة معرفية، يعني الشعوب تعرف من خلال مثقفيها. لذلك إحنا الكثير الآن تذهب لأي مدينة بالعراق ما تلقى صالة سينما، تحولت إلى مولات. إذن أموال موجودة، إحنا بدل أن نبني مولات لتبييض الأموال وغسيل الأموال، وهذا معروف لكل العراقيين، كان ممكن أن نبني مراكز ثقافية وصالات سينما ونبني مشاريع ثقافية ممكن أن ترد بالربح على الناس المستثمرين. ولكن هناك دراية بخبث وبعمق وشيء مدروس لطمس كل شيء يعني العراق بالثقافة. لماذا يراد تغييب هذه الواجهة الثقافية المهمة؟ لأنه العراق هو جمجمة العرب ورأس الله ورمح الله في الأرض. لأن العراق يا أخي، العراق هو غصة بروح النبلاء وبنفس الوقت شوكة بعيون الأعداء. العراق يراد له أن ينتهي، يراد له أن يقسم، يراد له أن تطمس الهوية الثقافية العراقية. لذلك ما لهم علاقة الآن المعنيين في وزارة الثقافة، وأنا أحكي وأنا مسؤول عن كلامي. الآن وزارة الثقافة والإعلام، فقط وزير الثقافة ممكن أن نستطيع أن نقول ينتمي للثقافة. الآن وزارة الثقافة إذا رجعت هي تدار من قبل عصايب أهل الحق، من قبل قيس الخزعلي. اذهب لوزارة الثقافة وسوي تقرير. الآن وزارة الثقافة يا أصدقائي هي بس عبارة عن وزارة الثقافة والآثار. لذلك كانت إحدى دالات الخراب هو بغداد عاصمة الثقافة اللي كان بها صرفت مليارات على أفلام تافهة ووزعت مليارات من خلال علاقات ومن خلال الأحزاب. يعني أكو مخرجين أستاذ علي، هذا الأمر يعني ما يجري الآن على الساحة السينمائية والفنية بشكل عام، هل هذا الأمر فقط في العراق؟ يعني هذا التراجع وهذا التغييب هو فقط في العراق؟ أنا أقدر أقول لك إذا أكو دالة فهو بالعراق. أما بقية الدول فيها صناعة. خلينا نلاحظ الآن سوريا اللي بيها حروب وبيها خلينا نقول نظام دكتاتوري، ولكن أكو دراما وأكو سينما وأكو بأنه أكو هوية وطنية. مصر رغم كل الأشياء أكو أمة مصرية، يعني أكو انتماء حقيقي للوطن، لأنه اللي يقودون العملية الثقافية في مصر وفي سوريا هم ناس وطنيين يحبون. أما الآن في العراق، مع احترامي للأرواح اللي تشتغل بالسينما والمسرح وبمسرح الرشيد وبدار السينما والمسرح وبالإذاعة والتلفزيون، يعني خلينا نقول بعض الأرواح حتى لا أعمم، ولكن الغالب هناك عملية مقصودة لتدمير كل شيء يعود إلى الهوية العراقية، ومن ضمنها السينما والمسرح. وهذا ما شفناه في بغداد عاصمة الثقافة يا صديقي. بغداد عاصمة الثقافة صرفت المليارات وما عرفوا يبنونهم قاعة. يعني أنا من الأشياء المحزنة أنه نرى كثير من الأساتذة والفنانين، طبعا هذا الشيء يتحمله الكثير من مبدعي العراق اللي يدعون الإرث السينمائي، وهم بعضهم كان يدرس كلية الفنون وبعضهم كان باختصاص السينما والمسرح، شاركوا بهاي العملية القذرة. بغداد عاصمة الثقافة سبة ولوثة في جلباب الثقافة العراقية، لأنه نهبت الكثير من وأعطيت الكثير من ميزانيات لأشخاص ليسوا بقريبين من السينما، لا من بعيد ولا من قريب، ناس دخلاء على السينما العراقية. وحرمنا بنفس الوقت الكثير من الشباب الخريجين اللي يمتلكون وعي وجماليات ورؤية. الآن عندنا كثير من الشباب العراقي المبدع اللي يشتغل بتجربة خاصة ويروح يشارك بها بمهرجانات دولية. احنا عندنا مبدعين، ولكن يا صديقي المشكلة في الرأس حينما يكون جاهل وحاقد ولا يمتلك مشروع وطني، البناء كله سيكون هشا. هذا الواقع الحقيقي. شكرا لك أستاذ علي ريسان، الكاتب والمخرج المسرحي العراقي، كنت معنا من مالمو. شكرا جزيلا لك.